عايزة أعرف ليه مش عايزني أكلم ماما. وبعدين معاكي يا أمل، ما تتعبينيش معاكي، أو على الأقل اصبري لغاية ما نعرف نتيجة الفحوصات. عشان اتثبت وبقى ليك مكتب هتذلني؟ انا بهزر معاكي في ايه يا سامي؟ ده مكتبي هو مكتبك طبعا. ايوه بس عشان ما حدش يقول يعني ان انا بتدلع عليك وبقعد على مكتبك. بتدلع عليك وبقعد على مكتبك؟ على فكره بقى الجورنال كله عارف ان انت بتدلعي عليا وبتموتي فيا كمان، وخلي بالك بقى اليومين دول طالع علينا اشاعه ان احنا هنتخطب قريب. وانت ايه رايك في الاشاعات دي؟ مضايقاني بصراحه، بس لازم ناخد موقف بقى ونخلي الاشاعه دي حقيقه. قصدك ايه يعني؟ قصدي ان انا لازم اعزمك على اكلة كشري جامدة جدا جنب الجورنال، وبعدين بقى نقعد نشوف هنحدد مصير حياتنا ازاي. باكلة كشري؟ ايوه يا بنتي، اكلة الكشري دي هي البداية. هبتدي حياتي معاك باكلة كشري؟ لا لا لا، انا مش مطمنة. بالعكس، لما تبدأ بالكشري لازم تطمني. طب بصيلي اي خبر بدل ما انا محتاسة كده. وريني انت بتقولي ايه؟ يا عم الخبرة، انت هتذلني يعني عشان اتثبت؟ انت ليه عنيفة كده؟ انا عايز اتثبت في قلبك يا سامي. عشان اثبت لك ان انت متثبت على باب قلبي، انا هضحي بعزومة نوال ليلى. عزومة ايه بس؟ صدقيني الكشري احلى. موافقة، بس بصيلي خبريني لغاية بكرة وبعده، اصل اكلة الكشري بتخليني مغمى عليا يومين. موافق؟ موافق، اكتبي. استنى يا سيدي لما اعتذر لها الاول عشان اثبت لك ان انا بثق فيك، وهثق فيك اكتر واكتر لو بصيت لي ثلاث اخبار بدل خبرين. موافق؟ قول موافق. موافق موافق يا ليندا، اتفضلي تسلمي. جهزتي هتقولي لها ايه ولا ايه؟ والله يا نوال معلش يا حبيبتي، مش هينفع النهارده، عندي انترفيو مهم. الله، هي مش مريم قايله لك امبارح ان احنا معزومين؟ مش هينفع؟ طيب خلاص، باي باي. كنت متوقع الانسه ساميه هتيجي معانا في قسم التحقيقات. هتلعب غاويه يا فندم، او تقدر تقول استسهلت. حلو الموضوع. انت مش هتبطل حكايه حلو ووحش دي؟ هو انت عامل حالة محشي؟ ده موضوع صحفي يعني؟ كويس، موضوع شيق يعني، مش بطال. سوسن فين؟ في البيت. على فكرة من يوم ما اتجوزت ومجهودها في الشغل بقى في النازل، اديها مساحة عشان تقدر تشوف شغلها. بلاش الأنانية بتاعتك دي. حاضر، اتصل بيها خليها تعمل موضوع مع وزير الإسكان، عايز أعرف رأيه في مشروع ابني بيتك، وإن في ناس بيستغلوا المشاريع القومية دي لمصلحتهم. يا اخي ده مراتك دي كانت شعلة نشاط. انت عارفه بقى الولاد، انا ساعدت كتير ورايا، كنت اتصلت بسوسن وحددت ميعاد مع الوزير. حاضر. ايه انت خارج ولا ايه؟ لا بس الموضوع بتاعي معاكي. اه صحيح، معاك قلم؟ مع السلامة. سلام. استاذ نور، في بعض الدكاترة بيحبوا يداروا حقيقة المرض عن العيانين، لكن أنا ضد الأسلوب ده. وأنا ما طلبتش منك غير الحقيقة. للأسف النتيجة اللي عملناها النهاردة بتقول إن في خلايا خبيثة في المعدة، وللأسف خلايا نشطة. آسف إني صريح معاك بالصورة دي، بس كان لازم تعرف علشان نشوف هنعمل إيه. المفروض إن أنا اللي أسألك، هنعمل إيه؟ نبدأ العلاج فورا. وقبل ما نبدأ، وعلشان العلاج يجيب نتيجة بإذن الله، لازم يكون جواك رغبة في مقاومة المرض. لا 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 يا دكتور، لا احنا لازم نتأكد من الأول من نتيجة اللي احنا عملناه ده. أنا أعرف إن في مكان في باريس متخصص في الحالات اللي زي دي. نروح ونعمل التحاليل والأشعاعات تاني عشان نتأكد. مع إني واثق إن النتيجة واحدة، لكن مفيش مانع. حضرتك هتسافر معايا. بإذن الله. بس أرجوك يا دكتور، مفيش مخلوق يعرف أي حاجة لحد ما نرجع من باريس. الآنسة أمل بنتك جات لي من شوية المكتب وحاولت تطمن، لكن انا ما قلتلهاش اي حاجه على اعتبار انها لسه صغيره. كويس انك تصرفت كده، امل بالذات ما تعرفش اي حاجه. ما تقلقش، عن اذنك.
نوال انا بابا قصدي تبقي موجوده معايا لما باجي اشوف عينك. ده على اساس ان انت عيله صغيره ومحتاجه حد يحميكي، انت راحت قبلي خطيبك. خطيبي؟ لا، هو انتوا مش في حكم المخطوبين؟ انا لسه ما وافقتش على اي حاجه. بقالكوا كام سنه بتعرفوا بعض؟ مستنيه ايه عشان ترتبطوا؟ مش عارفه يا نوال، حاسه كده زي ما نكون مرتبطين ببعض من زمان. في المعامل، في اوضه العمليات، على التليفون، لكن ارتباط حقيقي مفيش. بقولك ايه، مش وقت الكلام في الموضوع ده، يلا بقى تعالي. ازيك يا دكتور ايمن؟ ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. ازيك عامل ايه؟ ازيك يا مدام نوال؟ الحمد لله. اعملي حسابكم ان انا احتمال اسيبكم في اي وقت، لان في ميعاد بيتحدد لي مع وزير الاسكان. انا ما رضيتش اقول لكم، لا تفتكروا ان انا بتهرب من العزومه. ماشي. ايه الاخبار؟ الو؟ ايوه يا عمر. الميعاد بعد نص ساعه من دلوقتي؟ نص ساعه ايه يا مدام نوال؟ بقول لك سوسن ما عرفتش تقابل الوزير. يا مدام هتيجي ليه حالا؟ السكرتارية حتى ما بتردش عليها. طيب انا هتصرف واحاول اكون عنده، بس انت بلغ السكرتيره اني هتاخر ربع ساعه مسافه السكه. مع السلامه. اجيكوا شفت هو غصب عني وما لحقتش حتى اعتذر لكم. طب ايه؟ باي باي، هعدي عليكي بالليل، جهزي لي كيكه من ايديكي. باي باي. انا هبعت جواب شكر الوزير الاسكان. ايه؟ اقول له فيه انا متشكر جدا مع الوزير لانك كنت السبب في اني اقعد مع الدكتوره مريم لوحدي. مش كفايه شغلي بقى، يلا انا عايزه اتغدى. ثواني بس يا ساميه، اكمل صياغه الخبر اللي في ايدي ده ونشوف بعدها هنعمل ايه. هنشوف هنعمل ايه؟ مش احنا اتفقنا ناكل كشري من اي عربيه في شارع الصحافه؟ انت صدقت ولا ايه؟ يعني ايه؟ انت مش ناوي تغديني ولا ايه؟ لا ناوي طبعا، بس يعني مش من على العربيه في الشارع. اه تقولي بقى حد يشوفنا والجو القديم ده. انت ليه واخده الموضوع ببساطه كده؟ انا ماليش دعوه، انا عايزه اكل كشري من الشارع. بصي بصي، الكلمه نفسها تسد النفس وتخليني انهي علاقتي بيكي فورا. اكل كشري من الشارع؟ مش شارع يا ساميه. انا بقى طالبه معايا اكل كشري من الشارع. خلاص يا ست، احنا نروح اي محل نضيف كده شيك زي الباشوات، نقعد ونطلب 2 كشري نضاف وناكل. هتعملي بقى باشا وبيع على 2 كشري؟ انا غلطانه ان انا لغيت معادي مع نوال عشان خاطر. اقول لك على حاجه، كلمي نوال اختك قولي لها في واحد صاحبي زميلي مسكين عايز يجي يتغدى معانا، ايه رايك؟ طب قوم بقى، قوم احسن لك. حاضر يا ستي، اتفضلي. ما بتاكليش ليه؟ هاكل. طب ممكن تدوي لي؟ ممكن. بس حلوة قوي. ممكن انت بقى تدوق دي؟ على فكرة نوال دي بتحبك قوي. وانا كمان بحبها. بحس انها مخلصه ليكي قوي، عكس صاحبتكم اللي انتوا حكيتولي عنها. اللي عملته ماجده لما اتجوزت ابو امل انا مش مستغربه له، بالعكس كل شيء كان متوقع يوم ما جت تدافع عنه وتقولي انها هتعمل معاه مشروع تجاري. طب ده حتى جوازهم جه متاخر. انت انسانه طيبه قوي. وماجده انسانه عمليه بشكل غير طبيعي. عارف من الناس اللي ما يهمهمش الفلوس دي جت منين؟ اصلهم طالعين لي في موضه جديده اليومين دول اسمها غسيل الاموال. عارفه انا بحمد ربنا ان انا طلعت مش من بتوع الفلوس، بس ساعات بتمنى ان يتفتح قدامي كنز علشان اصرف منه على ابحاثي ودراستي. انا وكتير من اللي زيي اللي نفسهم يشتغلوا بجد. افهم من كده ان اللي كام سنه اللي فاتوا دول ما كنتش بتشتغل بجد؟ اهو كنت بحارب فيهم لوحدي. عارفه انا لو في بلد تانيه كنت وصلت اللي انا وصلت له ده من 5 سنين، بس المشكله بقى عندنا الزمن. شايفاك محبط، لكن برتاح لما بتكلم معاكي. تعرفي نفسي اشوف مين كمان؟ مين؟ بنتك امل. ايه، انا قلت حاجه ضايقتك؟ لا ابدا، اصل اتفاجئت من كتر كلامك عنها وحبك ليها. اتمنيت ان انا اقابلها علشان اسالها سؤال واحد بس، إذا كانت تقبل إن أكون جوز ماما ولا لأ؟ دكتورة مريم، أنا بحبك. أنا كمان بحبك. طب في الحالة اللي زي دي بيحصل إيه؟ بنضحك. والله؟ تعرف أنا نفسي أروح فين بعد كده؟ أموري. الهرم.
معقول؟ معقول يا نور تكون دي النهاية؟ يا آخر حاجة كنت تتخيلها. لا لا، اوعى تستسلم للمرض. انت معاك فلوس كتير، ملايين ملايين، دي ممكن تسفرك اي مكان في الدنيا. المهم تقاوم وتبدأ العلاج، حتى لو دفعت اللي وراك واللي قدامك. المهم تقاوم زي ما الدكتور ما قال. جمد قلبك، قوم كده شد حيلك، اخرج واتكلم مع الناس وشوف شغلك. بس الاول اتصل بمجد واطمنها، اقول لها اني مسافر باريس اغير جو يومي. ادخل. بابي حبيبي، انت عامل ايه دلوقتي؟ كويس وزي الحصان. طب كويس الحمد لله. انا اول ما جيت سالت الدكتور وطمني عليك. وطمني انا كمان، وصف لي الوصفه بتاعت صلاح شهيد، قال لي خد شمس وهوا على ميه، بلا دواء بلا عيا بلا مر. يعني حضرتك رايح شرم دلوقتي؟ لا شرم ايه، انا رايح باريس. ايوه بوي، بس الوصفه بتاعت الدكتور دي عندنا واحسن. انا اللي محتاجه ابعد شويه. يبقى الموضوع فيه حاجه تانية. عموما لو كنت مكانك كنت هتضايق ان طنط ماجده لغايه دلوقتي ما جاتش تشوفني. يا حبيبتي الموضوع مش كده خالص. ساعات الواحد لما يبقى مضغوط في الشغل بيبقى محتاج يقعد مع نفسه شويه، وفي مكان بعيد عن الناس. افهم ان كان حضرتك مش عايزني اسافر معاك. كنت اتمنى، بس هنعمل ايه في مدرستك؟ يا بوي مش هيحصل حاجه لو غبت كام يوم يعني، وبعدين الدروس بتعوض. لا لا لا، انا ما احبكيش تغيبي عن المدرسه. طب راس السنه فاضل عليها كام يوم؟ لو طنط ماجده سابتك انا هاجي. مش هينفع يا ام. يبقى في حاجه انت مخبيها عليا. مفيش حاجه مخبيها عليكي ولا حاجه، وبعدين الدكتور اللي بيعالجني هنا هيسافر معايا. افهم ان كان حضرتك مش رايح تتفسح. بابي عشان خاطري طمني عليك. يا حبيبتي طمني، ده هو اصلا اللي مسافر عشان عنده مؤتمر هناك، وانا قلت له هاجي معاه يعني، وبالمره كده اعمل شويه فحوصات واشعاعات. الناس المتحضرين بيعملوا كده مره في السنه، وانا اكتشفت اني كنت مقصر في حق نفسي. اشكرك انك جبتني هنا، بقالي سنين ما جيتش الهرم. عارفه يا مريم، انا لما بقى عندي ازمه او مشكله كبيره في حياتي باجي هنا عند الهرم، واشوف المشكله دي مهما كانت كبيره فهي قدام الاهرامات دي صغيره قد كده. افهم من كده انك اعتبرت اللي قلته لي من شويه ده مشكله كبيره؟ يا ريت كل اللي بقابله في حياتي يبقى من النوع ده. يا ريت كل الناس تبقى زيك كده يا دكتوره، في اخلاقك وانسانيتك. الحمد لله اني ما طلعتش مشكله. وعمرك ما هتكوني مشكلة يا دكتورة، ده انت غيرتي حاجات كتيرة قوي وهونتي عليا مشاكل كتير. عارف يا أيمن، أنا دايما بقول إن احنا عمرنا ما هننجح في أي بحث علمي أو في أي حاجة إلا لو نجحنا في البحث عن نفسنا الأول. والمشكلة بقت في الناس كمان، لأن جوانا إحساس إن الغرب أفضل مننا. بلاش نضحك على بعض، هما فعلا أحسن مننا، بس اللي بيزعلني إن البلد دي فيها طاقات بشرية عظيمة قوي، بس يا خسارة بتضيع وسط زحمة الإحباط واليأس والمحسوبية وسرقة فلوس البلد. كده قلقتني على البحث بتاعك. واكتشفت إن أنا كل ما بوصل لحاجة وأسافر بره ألاقيهم تجاوزوها بمراحل. المفروض إنك كباحث تتابع كل النشرات العلمية الجديدة. مش كل اللي بيتقال لنا بيكون كله حقيقة. للأسف يا دكتورة الحقيقة بالتفاصيل ما بنعرفهاش إلا لما بيمر فترة، أو لو قربنا قوي منها. ساعتها بنحزن لما بنلاقي نفسنا متأخرين قوي عنها. تفتكر يا دكتورة هنفضل كده لحد امتى؟ لحد ما نلاقي نفسنا. وانت قاعد عندك كل ده بتعمل ايه؟ مش خلاص الدكتور طمنك؟ يعني ايه لسه في المستشفى؟ نور في ايه طمني؟ لا ده انا بدل ما اروح واجي قلت اقعد لي يوم في المستشفى خلص كل الفحوصات. لا ما تجيش، ما تتعبيش نفسك، انا هخلص وبكلمك. لا صوتك مش كويس، بليز ريحني وقولي في ايه. اوكي براحتك. باي نور. لو ما كلمتنيش بكره هجيلك. اوكي حبيبي باي، مع السلامه.
قد ايه انا مبسوطه. وانا مبسوط قوي علشان انتي مبسوطه. لا بجد ده كان اجمل يوم في حياتي. النيل والهرم وابو الهول وانت. بجد مريم ما تيجي نتجوز؟ انت ليه دايما مستعجل كده؟ انا مستعجل كل ده ومستعجل ده بدل ما تقولي انت ليه متاخر قوي كده. مريم انا بحبك قوي وعايز اتجوزك. طب عارف مين جالها عريس؟ انت لسه طالب ايدك دلوقتي حالا. انا بتكلم جد. وانا بتكلم جد. غاده. غاده؟ غاده مين؟ غاده اللي كان بيعالجها الدكتور وليد في لندن. ياه هي كبرت في الدرجه دي؟ حضرتك مش واخد بالك ان في كام سنه فاتوا من يوم ما عرفنا بعض ولا ايه؟ لا واخد بالي طبعا، بس ايه الفايده؟ على فكره دي كانت بتسالني انها لو فكرت تجيب عيال هيجي لهم قصور في الشريان التاجي زيها ولا لا؟ والله احتمال كبير. عشان كده كانت بتسالني على البحث بتاعك. اه اذا كان كده بقى فاولها تستنى شويه، يعني قيمه 10 سنين، 20 سنه، 50 سنه، ما حدش عارف. يعني في احتمال لو جابت بنت او ولد يجي له نفس المرض؟ اه احتمال كبير طبعا، خصوصا في حاله غاده. هي ممكن تتجوز لكن نصيحتي ليها انها ما تخلفش. ايوه بس ده قرار انا ما اقدرش اقوله. انت مش شايفه ان احنا بقالنا سنين بنتكلم عن مشاكل غيرنا ما بنتكلمش عن نفسنا؟ لاننا واثقين ان متعتنا في سعاده الاخرين. ويعني ما انش الاوان ان احنا نمتع نفسنا شويه؟ تفتكر انت؟ اكيد. ايه رايك لو خدنا اجازه شهر؟ شهر؟ ونسافر نلف الدنيا ننسى كل حاجه، ننسى الابحاث والطب، ما نفكرش غير في حاجه واحده بس، اننا اتولدنا من جديد وكل واحد فينا يعوض التاني عن كل اللي راح منه. انت جميل قوي واللي انت بتقوله ده جميل جدا، نفسي انا اعمله. خلاص يبقى ننفذه من غير تفكير. ايوه بس شهر ده كتير. خلاص نتجوز الليله ونعمل فرحنا جوه الهرم. طب واللي ورانا؟ قلت لك ننساه ولو بشكل مؤقت. ايوه بس مش هتطلب ايدي من امل بنتي ولا عايز تتجوزني كده؟ اطلبها لي دلوقتي وانا احدد معاها ميعاد فورا. دي في شرم الشيخ. نروح لها. بلاش، نستنى لما تيجي السنه الجايه. ايه السنه الجايه؟ دي السنه الجايه فاضل عليها كام يوم. لفتتني دي. بالمناسبة الحلوة دي بقى هنقضي راس السنة فين؟ في المستشفى طبعا. مستشفى؟ طب لو قلتلك ان انا نفسي اقضي راس السنة معاكي؟ مفيش مانع، هات ملفات الاولاد اللي بتعمل عليهم البحث ونشوف وصلوا لايه وعايشين حياتهم ازاي. ما احنا عارفين كل حاجة عنهم. بقولك ايه؟ ايه رأيك لو نعمل لهم سوا حفلة في العنبر ونقضي معاهم راس السنة الجديدة؟ ها؟ وأنا جاثم هنا أشهد كل مطلع شمس وعاه الإنسان. عبدني الناس منذ فجر الدهور واختلفت أسمائي باختلاف العصور. أي حورم آخت يا من تحفظ علينا الحياة. أي حرون يا من نعيش في حماه. يعني أبو الهول اتكلم عن نفسه وحكالي تاريخه وانت معرفش أي حاجة عنك ولا عن السنين اللي عشتها في أمريكا. وانت طلبتي مني؟ يعني لازم أجي عند أبو الهول؟ شوف يا ستي، أنا خدت الماجستير، سافرت بعثة أمريكا 4 سنين عشان أخد الدكتوراه، عشت في نيويورك. تقدري تقولي كده ان انا حبيت البلد دي قوي، يمكن علشان شفت فيها اللي عمري ما شفته في حياتي. امريكا يا عم فعلا بلد جميله واكيد عرفت بنات حلوين. خش في الموضوع احكي كده فضفض.
على حافة. ما أنا بقى علشان ما قدرتش أقاوم رحت متجوز على طول. طب وانفصلتوا ليه؟ أصلي اكتشفت إنها كانت بتاخد دراكس مخدرات. طب وليه ما واجهتهاش؟ واجهتها لدرجة إن أنا قلت لها لازم تبطلي، حاولي وأنا هساعدك هقف جنبك، بس ما قدرتش تبطل. ضايقتك في كلامي؟ أبدا. أرجوكي بلاش نتكلم في الموضوع ده، خلينا في موضوعنا. مريم أنا بحبك، بحبك قوي وعايز أتجوزك. طب مش يلا بينا؟ طب دقي لي بقى الكيكه دي وقولي لي رايك فيها. ما تغيريش الموضوع، قولي لي حددتوا الميعاد ولا لسه؟ ميعاد ايه بس؟ ده لسه عاوز يجي يطلبني من امل. امل ده ايه؟ المفروض يطلبك مني انا الاول. في دي عندك حق. انا الكلام ده ما ينفعنيش، اطلبي لي الولد ده بس تفش كلمتين. هو مش مدرك ان انا ممكن ارفضه ولا ايه؟ تتناول. وبعدين في حاجات لازم نتفق عليها، العفش والمهر والشبكه، ده غير ان انا مش هتنازل عن القايمه. قايمه ايه بس؟ ده انا لسه عماله افكر ازاي اقدر اقول لامل ان في عريس متقدم. بصي بقى انا عندي فكره حلوه قوي، انا اكلمها في التليفون اقول لها تعالي الحقي مامتك قاعده مع راجل غريب في كازينو، تقوم هي تيجي جاري تجرجرك وتشدك من هدومك وتجيبك هنا على البيت. وبعدين هو يروح محصلنا عشان ياخد الموقف ويقول لها انا غلطي الشريف وعايز اتجوز مامتك. الباب استني مجنونه انت. نعم يا كابتن. أمل ازيك يا ماما؟ يا حبيبتي وحشتيني. تعالي يا نوال. أمل جت. ازيك يا أمل؟ ازيك يا تاتا؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ لسه كنا عاملين نقطع في فروتك. يعني ايه نقطع في فروتك؟ يعني كنا بنجيب في سيرتك. اصل مامي كانت عامله كيكه وبعدين كانت عماله تقول يا ريت أمل كانت هنا عشان تدوق الكيكه دي. مالك في ايه؟ مفيش يا تاتا. ايه أمل مالك في ايه؟ طب بصي انا هدخل اعمل تليفون من جوه قبل ما تخلصوا كلام. لا استني يا نوال انت مش غريبه. في ايه يا امل؟ خلاص بقى مالي. يعني بقولك قبل ما تمشي تدخلي لي عزاكي في موضوع مهم. حاضر. تعالي يا حبيبتي اقعدي اقعدي. قولي لي مالك في ايه؟ لا اطمني يا مامي انا كويس. لكن بوبي زعلك في حاجه؟ مامي بوبي مسافر رايح يعمل تحاليل في باريس بس انا مش مطمنه. شكله كده مخبي عني حاجه، ده غير انه مش عايزني اقول لحد. بس انا طبعا ما اقدرش اخبي عليكي حاجه زي دي عشان تشوفي انت ممكن تعملي ايه. طب عايزاني اعمل ايه؟ ماما انت دكتوره وسهل عليكي تعرفي هو عنده ايه. ايوه يا حبيبتي بس ده هيعتبر تطفل مني وممكن كمان يسبب لي احراج، خاصه ان هو قالك انه مش عاوز اي حد يعرف، وطبعا الحد ده يقصد بيه انا، وده معناه انه ما عندوش اي حاجه تخليكي قلقانه كده. طب وليه حضرتك ما تقوليش عكس كده؟ يا امل يا حبيبتي اجراء طبيعي ان اي حد يطلع بره في اي مكان في العالم يعمل تحاليل. ده مش عايز ياخدني معاه. اكيد طنط ماجده مسافره معاه عشان كده مش عاوز ياخدك، وده يخليكي تطمني ان هو كويس وما فيهوش حاجه. لا طنط ماجده مش مسافره معاه، ده اتنقل من شرم الشيخ للقاهره في طياره خاصه لما كان تعبان، ده كان بيصرخ من الالم. ايا كان الوضع يا امل ما اقدرش اعمل اي حاجه غير ان انا ادعي له ان ربنا يشفيه. ومش هتروحي تزوريه قبل ما يسافر؟ هروح له باي صفه. بصفتك دكتوره وعايزه تطمني على حالته. يا امل انت كده بتحطيني في موقف صعب، انا وابوكي بقالنا كتير ما تقابلناش. بس عمرك ما هتنسي انه بابايا. يا امل ارجوكي تفهميني، انا دلوقتي ماليش اي صفه في حياته، الرابط الوحيد اللي بيني وبينه هو انت. وبعدين حاله القلق اللي انت فيها دي حاجه طبيعيه لواحده في سنك شايفه باباها بيتعذب وبيتالم وقاعد لوحده في المستشفى. طيب يا وين عملت اللي عليا وقلت لك، لو غيرت رايك وحبيتي تشوفيه بيكلميني على موبايلي وانا اقول لك هو في مستشفى ايه. باي. أمل أمل استني. يا أمل استني عايزة أكلمك. أمل سمعتي كانت جاية لي ليه؟ بس
سمعت. ناوية تعملي ايه؟ هعملها اللي هي عايزاه طبعا، حتى لو حاجة على نفسي. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. كلمتي أمل؟ تعال. ها؟ لسه؟ طب قلت لك إن أنا مستعجل وعايز أروح أقابلها. مش هينفع دلوقتي خالص، هبقى أكلمك أنا بالليل. ليه بس؟ في حاجة حصلت؟ يا دكتور ورانا شغل، مش هينفع دلوقتي. يلا. طب ما تيجي نتقابل بره أحسن. يلا. نتقابل بره. أبداً، قلت أسيب بابي ينام شوية. نور حبيبي، قوم بقى بلاش دلع، الدكتور خلاص طمني عليك. الحمد لله، أنا كمان حاسس إني بقيت كويس أوي. وده وقت طلع عندنا في شرم، أجمل طبيعة وأحلى هوا. أنا قلت له كده، لكن هو مصمم يطلع معايا باريس. لا كده بقى، محتاج تكتب روشتة تانية لعلاج الوهم. في ايه يا نور؟ معقولة شوية مغص هيخلوك تنام في السرير؟ لا، وأمل قاعدة برا عاملاها محزنة بصراحة. عايزاها تعمل ايه يعني؟ تقوم تتحزم وترقص عشان أبوها رقد في السرير؟ واحنا ليه لازم يا نعيط يا نرقص؟ ما ندي الحاجة على قد حجمها؟ معلش، حذرنا حساسة شويتين. طيب أشوفك بكرة وأطمن عليك وتقول لي هنعمل ايه بالظبط. ماشي يا دكتور، أنا مسافر معاك زي ما اتفقنا. ها؟ أوكي، عن إذنكم. ما كنتش عارف إنك خواف قوي كده. ايه شوية مغص هيخلوك تنام في السرير وتتوهم انك عيان وتسافر باريس؟ في ايه بس؟ خلاص يا ماجدة، في ايه؟ كل حاجة شوية مغص شوية مغص، عرفت انهم شوية زفت. نور انت بتكلمني كده ليه؟ انا اسف. الحق عليا يعني، انا شايفاك موهوم بحاول اخفف عنك. خلاص يا ستي، اعتبريني موهوم ورايح باريس اتفسح. لوحدك؟ والله لو قلتي لي اجي معاك مش هقولك لا. يا ريت، بس صعب. ما انت عارف ما ينفعش احنا الاثنين نسيب القرية لوحدها. عندك حق. بقولك ايه، مدام رايح باريس ما تعدي على مدير الشركة اللي بعتت لنا عرض الأسبوع اللي فات، العرض بتاع 4000 سايح على مدار السنة. انت عارف لو رحت له بنفسك هيحس ان احنا مهتمين اكتر من غيرنا. احنا فعلا محتاجين نوع العلاقات دي والدعاية كتير. يا نور، انا نفسي قوي القرية تشتغل طول السنة. السيزن ده محجوز كومبلي، بس كلها وفود من ايطاليا والمانيا، احنا لسه ما وصلناش للسايح الفرنساوي. عارف بقى، اقوى دعايه بتتعمل من السائح نفسه لما يرجع بلده ويتكلم عننا. لا لا، الميتنج ده مهم على فكره. كفايه يا ماجده، كفايه، احنا في مستشفى. انت ايه، ما بتزهقيش من الكلام في الشغل؟ ما الواحد اللي عاوز ينجح لازم ما يفكرش غير في الشغل، وانا متعوده على النجاح. وبعدين انت عارف فلوس البنوك ما بترحمش، والمشروع ده مكلف ملايين، وانا المسؤوله عن الملايين دي ومسؤول ان المشروع يربح. طب ارجوكي ناجل بقى الكلام في الشغل وفي الفلوس شويه عشان انا تعبان. يعني افهم من كده انك مش راجع معايا شرم دلوقتي؟ دلوقتي؟ اه، ليه لا؟ ماجده، انا مش رايح شرم خالص، انا همشي من هنا على باريس. على فكره بقى، لو عشت في دور الوهم ده كتير انت ممكن تعيا بجد. يوه، ما خلاص بقى يا ماجده يا صوره، ارجوك سيبيني لوحدي. براحتك. بابي، في ايه يا حبيبي؟ مفيش. معلش. لسه؟ طب قلت لك ان انا مستعجل وعايز اروح اقابلها. مش هينفع دلوقتي خالص، هبقى اكلمك انا بالليل. ليه بس؟ في حاجه حصلت؟ يا دكتور ورانا شغل، مش هينفع دلوقتي. يلا. طب ما تيجي نتقابل بره احسن. يلا. بره. لسه صاحي؟ أنا كتبت قصيدة جميلة أوي، يعني أنا شايف إنها جميلة، يا ريت تعجبك، ممكن تسمعيها؟ سامعاك.
وسأحاول أن أنساك بهذين الأسبوعين. سأحاول أن أغمض عينيك المشرعتين بأعماق العين وراء العين. سأحاول أن أمحو حرف رويك من قافيتي في ديوان الفاء وفي ملحمة القاف وفي ورد العين. دكتورة، هو تكوني نمتي مني ولا حاجة؟ سامعاك، حلو قوي. أنا برضو ما بقتش أعرف أنام إلا لما بسمع صوتك وأطمن عليك. بس في حاجة كده مخلياني قلقانة شوية. وتفتكري إن أنا ممكن يجيلي نوم وأنا عارف إن في حاجة مضايقاكي وقلقاكي؟ دكتورة لو سمحتي، إحنا لازم نتقابل دلوقتي. لا 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 لا، ما تتخضش كده. هقول لك بكرة إن شاء الله لما أشوفك بعد العملية. وأنت من أهله. بجد احنا عاملين زي المراهقين. يا ريت نقدر نبقى زي المراهقين. امال اللي احنا بنعمله ده ايه؟ ولا حاجه، ده احنا غلابه اغلب من الغلب. اتفضل. متشكر. ما قلتليش بقى تشربي ايه؟ اي حاجه، المهم ما نتاخرش، احنا اصلا متاخرين. واضح ان المشكله اللي كلمتيني عنها هي اللي مخليك متوتره. انا اللي موترني اكتر ان انت طلبت تقابلني وانا بسهوله وافقتك. مريم، أنا هبقى جوزك. جوزك لما تبقى بقى. يا حلو قاعد لوحده كده ليه؟ عايزاني أعمل إيه يعني؟ تلبسي وتيجي معايا. هنروح فين؟ في واحدة صاحبتي لسه مكلماني، هي أمريكانية لسه واصلة مصر هي وابنها، على فكرة أكبر منك بسنتين ثلاثة، يعني لو جيتي هتتبسطي. بابي عارف؟ وهو ليه لازم يعرف؟ مفروض انه يبقى عارف يعني. امل، عايزك تسمعني كويس. انا بجد بحبك بجد، وعاوزه مصلحتك. وبقى انتي خلاص كبرتي وبقيتي تفهمي كل حاجه ولا ايه؟ مش فاهمه حضرتك عايزه ايه. اقولك، صاحبتي دي الأمريكانية هي أصلاً مصرية وعايشة في أمريكا من زمان هي وابنها، وابنها يعتبر مصري برضو. هي بقى جاية مخصوصة عشان تلاقي له عروسة، واحدة حلوة وبنت ناس، يعني عشان بعد ما يتجوزوا يسافروا. برضو مش فاهمة حضرتك عايزة إيه. بصراحة ومن الآخر كده يا أمل، العريس ده لقطة مش عاوزاه يضيع من إيدينا. عريس ليا أنا؟ آه، وليه لأ؟ ما أنتي خلاص بقيتي عروسة جميلة. هو طبعا يعني مش هتتجوزوا على طول، لا، الاول تتخطبوا سنتين ثلاثه وبعدين تتجوزوا وتسافروا. انت شايفه ان ده وقته نتكلم في الحاجات دي؟ وبعدين بابي لازم يعرف. اه طبعا اكيد لازم يعرف، بس بقول لك صاحبتي لسه مكلماني دلوقتي يعني بالصدفه وابنها معاها. وبعدين انت ايه، كنت عاوزاني اكلم باباكي في المستشفى هو تعبان واقول له حكايه زي دي؟ بس الاول مش تقابلي الولد، مش يمكن ما عجبكيش، ولا نعمل شوشره وحكايه على الفاضي، ساعتها بقى بابي يزعل مننا احنا الاثنين. اقول لك، ممكن ادي الولد الايميل بتاعك، اه، تتعرفوا على بعض وتدردشوا، واذا لقيتي الستايل بتاعك ساعتها بقى نقول لبابي. اوكي، هسيبك على راحتك تفكري، واذا غيرتي رايك يبقى كلميني في التليفون وانا بقى اتسوق اجيبك. باي. افهم من كده انك انتي ما قلتيش لامل؟ ما قدرتش يا ايمن، ما قدرتش اقول لها كلام زي ده. ازاي واحده جايه تقول لي ان باباها عيان ومسافر فرنسا يعمل تحاليل، وانا جايه اقول لها ان في واحد متقدم لي وعايز يتجوزني؟ اعتقد ان امل ما بقتش صغيره، يعني تقدر تفصل بين الاشياء. طول عمري بعملها على انها صغيره. انت مش ممكن تتخيل شكلها كان عامل ازاي وهي جايه تستنجد بيا وانا مش قادره اعمل لها اي حاجه. طب وايه اللي انتي بتفكري تعمليه؟ امل بتحب ابوها ومتعلقه بيه قوي،
لما كبرت شويه حاولت تعرف مني احنا ليه اتطلقنا، بس انا ما حبيتش ان انا اشوه صورته قدامها. مش خوف انه يحرمني منها، لا، خوفي عليها. طب تفتكري ان مفيش حد في المدرسه مثلا حاول ان هو يقول حاجه قدامها؟ كانت قالت لي، ده غير ان الناس بتنسى بسرعه. وبعدين ما تنساش ان ابوها محامي لامع ومن رجال السياحه المهمين، واسمه كل يوم بينزل في الجرايد، يعني محدش هيقدر يقول اي كلمه وحشه. الماضي فرض علينا ان احنا نتكلم عنه، خلانا ننسى الحاضر بتاعنا. يا ايمن، الماضي بالنسبه لي هو امل بنتي. برضه ما قلتليش انت عايزه ايه بالظبط. صدقني مش عارفه، انا محتاره. ممكن بقى تروحني؟ مساء الخير يا استاذه نوال. مساء النور. ممكن اتكلم مع حضرتك شويه؟ ممكن اعرف مين حضرتك؟ تحت امرك. ممكن تتفضلي معايا؟ ازيك يا استاذه؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ انت شايفه ايه؟ أنا صحفية محترمة، ما يصحش تعمل زي المجرمين. مجرمين؟ وإحنا عملنا معاك إيه علشان تقولي لي كده؟ أنا عايزة أعرف أنا فين؟ أنا جيتك لحد مكتبك وعرفتك بنفسي، وطلبناكي تيجي معانا وجيتي. وتفتكر بقى ظابط أمن الدولة هيحقق معاكي فين؟ أفهم من كده إن أنا متهمة؟ لحد دلوقتي مفيش أي تهمة. أمال أنا هنا بعمل إيه؟